نادي لي حد سكندنا في هيقولك هيقولك زي فريش ما في هيقولك بحر البلطيق وفوق البطريق حالفين بجو تكييفنا الدافي يا مصدرين الجبن سخنتوا فين اللبن اه يا جمال ريفكو جوكو الصافي بس يا مستر عرفت ولا 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 ما عرفتش طب اسمع الاخبار فريش لو عرفتوا ايه البلد من 92 بلد اللي بتصدر لهم فريش ابعتوا على الويب سايت ده كل يوم 5 فايزين كل فايز هيكسب 5 اجهزة من فريش فريش الشركة المصرية الاولى في تصدير الاجهزة